حنا ما خرجناش قبل مباراة مهمة، حنا خرجنا كرد الفعل على شنو تقال يوم الأربعاء يعني البارح في الصباح. حنا قابلين النقد، قابلين لا كريتيك، خصها تكون بوزيتيف وتكون معقولة وتكون في يعني في دون لي ليميت دو لاكسبتابل، وتكون دون لي ليميت ديال لي يعني لي ريغل ديونتولوجيك. ما يمكنناش نتقبلوا شي حاجه اللي ما تكونش في هاد لي ليميت هادي، ولا خارجه يعني السب ولا لي زانسولت ولا القذف، ما يمكنناش نقبلوه وغنوقفوا صارمين ضد بحال هاد يعني التفاوتات اللي ما يمكنناش نقبلوها. ولهذا البارح ما اختاريناش النهار، لكن ملي وصلنا كنسمعوا شي كلام يعني بدون مستوى ومتكرر، ويعني سكتنا وقبلنا وقلنا هذه داخل في نطاق اللعبه، لكن ملي كنشوفوا داك الشيء يعني كيمشي وكيدوز بعد لي ليميت اكسبتابل لابد خصنا نجاوب. انا ما نظنش، لكن ملي كنسمعوا على اللي كيجرى واللي كيتقال على الرجاء نقولوا بحال الرجاء ما ربحتش هذه يلاه شهرين كاس افريقيا، ولا نقولوا بان الرجاء راه يمكن شي فرقه صغيره، لكن بحال هذا الشيء حنا ما كيأثرش علينا. عندنا مع المنخرطين ديالنا، مع المسيرين القدماء، عندنا واحد نمط العمل. احنا غاديين خططنا، درنا اهداف، خططنا استراتيجيات باش نزيدوا القدام، احنا غاديين طبقا الاستراتيجيه ديالنا وطبقا الاهداف ديالنا، بحال هذا الشيء ما كيأثرش علينا.